ممكن تخسر الحبيب أو الشريك بكلمة، ممكن تخسر مصاري بثانية، ممكن تخسر صديق بموقف. كل الخسارات ممكن تصير بلحظات، إلا خسارة الوزن الزائد بيتطلب وقت وأشواط من الجهد والإرادة القوية. بس أوقات خسارة الوزن بتصير هوس عند البعض، لكن هالهوس ممكن يتحول لحالة مرضية بينتج عنا نقص بالتغذية اللي بيؤدي لمرض الهزال. من شان هيك اتباع حميات غذائية صحية من قبل أهل الخبرة والاختصاص هي أفضل طريقة للحفاظ على جسم سليم وبالتالي على عقل سليم. كيف فينا نتبع نظام غذائي صحي وشو آخر الأبحاث حول سبل التخلص من البدانة المضرة بصحتنا؟ بخبرنا عنا ضيفنا The Researcher اللي بنتعرف عليه بهالتقرير. رئيس قسم التغذية وعلوم الغذاء وأستاذ محاضر بالجامعة الأمريكية ببيروت. رحلته البحثية بعالم الغذاء والتغذية بدأ بعد نيله الماجستير والدكتوراه من كينغز كوليدج بلندن، لينخرط بعدها بالعمل الأكاديمي كمحاضر بسانت بارثولوميوز وكلية لندن الملكية للطب وطب الأسنان. تولى مناصب استشارية بمنظمات دولية عدة كمنظمة الصحة العالمية اليونيسف، منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي. تتركز أبحاثه بمجال الأمراض غير المعدية وتأثير النظام الغذائي على عملية الاستقلاب. بيملك براءة اختراع وأكثر من 80 مقالة علمية نشرت بأهم المجلات العلمية. حائز على جوائز عدة، منها جائزة عبد الحميد شومان للباحثين الشباب العرب عن فئة العلوم الطبية عام 2005، وجائزة فاروق جبر لأبحاث الطب، وجائزة ترباز للبحوث الزراعية عام 2014، وجائزة البحوث الطبية الحيوية المبتكرة، ومنحة فولبرايت من مونال كيميكال سانسس سنتر بفيلادلفيا. ضيفنا الباحث الدكتور عمر عبيد. وهلأ استقبلوا معي دكتور عمر عبيد. أهلا وسهلا فيك دكتور عمر، معنا الليلة بدا ريسيرشر. رح نحكي عن التغذية أكيد. أنت حضرتك باحث بمجال التغذية، قديه بتطبق هالأبحاث على صحتك، يعني باتباع نظام غذائي سليم؟ شكراً أول شيء على استقبالي. أنا أكيد بستعمل نظام غذائي سليم، بس ما بضغط على استعماله. يعني أنا بآمن أنه بالتنوع، وما بآمن أنه في نوع أكل واحد هو اللازم أنا أستهلكه طول الوقت. وهي يعني بحاول حافظ على عملية التنوع بشكل أنه أقدر أمن كل مصادر النيوترينت أو المغذيات لجسمي والطاقة. يعني فينا ناكل كل شيء بس بعدد. بالضبط كل شيء. طيب في شيء مرة بدانت أحد من طلابك لفتت لك نظرك وقلت لازم أعطيه نصيحة؟ هلأ صارت عدة حالات، يعني كان في حالات بدانة، وكمان في كان حالتين ثلاثة معهم هزال، يعني لأن كان عندهم يعني نوع مثل هوس بوزنهم وكانوا ضعاف، كانوا يعني بحالة مرضية. كان طريقتي انه بطريقه غير مباشره، انه مثلا لو سمحتي مثلا تيجي عندنا على المكتب بدنا نناقش شغله او شيء، وبطريقه غير مباشره يعني طرحت يعني مواضيع وصلت النصيحه بطريقه غير مباشره. يعني نحن فينا نقول انه الزائد خي الناقص. بالضبط. يعني لا فينا انه نهمل حالنا وننصح كثير، او كمان ما ناكل ونصير وزننا دون المستوى المطلوب. بالضبط. يعني حتى يعني احنا بعلم التغذيه وبعلم مثلا الفيتامينات والمعادن، معظم الوقت زياده استهلاك معدن معين او غذاء معين بتسبب عوارض، واللي هي بتشبه لحد ما العوارض اللي بيسببها النقص، خاصه بالفيتامينات. يعني عوارض الزياده وعوارض النقص تقريبا نفس الشيء مثل بعضهم. مزبوط. هلا رح بنشوف فريقين من طلابك رح يتحدوا بعضهم بمعلومات حول علم التغذية بفقرة جيم. بدي رحب بفريقين من كلية الزراعة والعلوم الغذائية بالجامعة الأمريكية ببيروت، ورح بلش مع ماكروز. ومعنا رواب علبكي، جنى درغام،
وعريب بيطار. أهلا وسهلا فيكم. والفريق اللي مقابلي سيكو بضم تريسي فضول، كارين كبارة، وعمر عيتان. أهلا وسهلا فيكم. جاهزين للتحدي؟ فإذا عندنا 9 أسئلة مع احتمالات وسؤال أخير، السؤال العاشر هو عبارة عن اقتراح مشروع أو مبادرة بتم التصويت عليها من الجمهور ومن الباحث دكتور عمر عبيد. بدي خبر مشاهدينا أنه أنتم كمان عندكم فرصة تربحوا 3 ملايين ليرة كاش من خلال الإجابة على سؤال من وحي حلقة الليلة على صفحة الـ LBCI على تويتر مع استخدام هاشتاغ TheResearcher. تفاصيل المسابقة رح بتمر قدامكم بعد ثواني. قبل ما نبلش اللعبة بدي أعرف من سيكو، ليه سميتوا سيكو لفريقكم؟ اوكي، سو اخترنا اسم سيكو which means calories in calories out، لانه مثل كل شيء بجسم الانسان هو توازن بين السعرات الحراريه يلي بناكلها والسعرات الحراريه يلي بنحرقها. سو اذا بتاكل اكثر من ما بتحرق بتنصح، اذا بتحرق اكثر من ما بتاكل بتضعف. كثير بنسمع حوالينا مسكونسبشنز على انه كيف لازم الواحد يضعف، مثل انه بيصيروا يقولوا لنا انه بنقطع النشويات او السكر او الدهون. هيدا كله غلط، لانه الطريقه الوحيده للواحد يضعف هي انه يكون بكالوري ديفيسيت، يعني انه يحرق اكثر من ما بياكل. فاذا سيكو بيرمز للتوازن. يس. وهلا ماكروز شو يعني؟ اوكي، ذا ماكروز هن 3 ماكرو نيوتريانتس. فنحن الاكل اللي بناكله هو بيتكون من 3 عناصر غذائيه اللي هي البروتين والنشويات والدهون. فالكل بيحكي عن الكالوريز اللي هن السعرات الحراريه، بس كمان المهم نحكي عن نوعيه الاكل اللي جايين من هول السعرات. نحن كنيوتريشنست نعتقد انه دمج النسب الصحيحه من كل هول 3 عناصر هي الطريقه الوحيده الصحيه والمرنه لتحقيق نمط حياه صحي ومستمر على المدى الطويل. رح نشوف هلا قد ايه حيكون في توازن بين الفريقين بالعلامات او مين رح يغلب مين. جاهزين؟ جاهزين. يلا، السؤال الاول، ما هي نسبة البروتينات في حليب الام؟ 1%، 5% او 20%؟ ماكروز 5%. جواب حاسم؟ واثقة من حالك كثير؟ للاسف الجواب خطأ ورح ينحذف. وبيبقى عنا 1% أو 20%. سيكو شو بتقولوا؟ 1%، مع أنه بينصحوا كتير بحليب الأم للطفل، بس 1%. ما رح تغيروا؟ برافو، صح. فإذن بصير معكم هلأ 50 نقطة، ورح ناخد سؤال جديد. ما اسم الحمض الأميني الموجود ببروتين الخبز بكمية محدودة؟ لوسين، لايسين أو تريبتوفان؟ كمان ماكروز. لوسين. أول جواب. يس. لا، قلت لوسين. تشاورنا سوا. تشاورتوا سوا. في شي مرة مثلاً قريتوها بشي مادة أو فتشتوا عليها كمعلومة على جوجل أو إلى ما شابه؟ خلص لوسين. ثانية بس خلينا. جواب حاسم، ما بقى في عنا ولا ثانية. ما بقى في عنا ولا ثانية. لا، مش لسين. تريبتوفان. الأخير يعني. أوكي. يعني ما بعرف، حاولت ساعدكم بس أنتوا ما استفدتوا من الفرصة والجواب كمان خطأ، وراح ينتقل لسيكو. يوسين. لوسين. يس. ما راح ضيع لكم وقتكم، كمان خطأ. للأسف هو لايسين. السؤال الثالث. من أسباب زيادة الشحوم الثلاثية يلي هي تريغليسيرايدز بالدم، زيادة استهلاك الدهون المشبعة، زيادة استهلاك النشويات، أو قلة استهلاك الألياف؟ سيكو. زيادة استهلاك النشويات. شو اللي خلاكم مأكدين؟ هو إجمالاً عادة تستهلك النشويات أكثر، كمية أكثر من الدهون. أي. النشويات كتة أكثر من ما لازم تتحول للدهون بالجسم الإنسان. يعني ربطوها بالمنطق. مظبوط. صح، برافو. فإذا سيكو 150 نقطة وماكروز بعدنا صفر؟ لا، بدنا ننتبه كثير منيح لكان. السؤال الرابع، نسبة الماء بالعضلات هي ما يقارب 30%، 50% أو 70%؟ سيكو 70%. 70%؟ مش 50% نص نص يعني؟ لا. جواب حاسم؟ كمان صح.
250 نقطة سيكو وللأسف ولا نقطة ماكروز. شو الخبرية؟ موترين؟ لا. طيب سؤال جديد. التكسر بخلايا الدم الحمراء سببه النقص الحاد بالحديد أو النقص الحاد بفيتامين إي أو النقص الحاد بالزنك؟ ماكروز؟ نقص الحاد بالفيتامين إي. ثاني أوبشن. أكيدين؟ ثاني أوبشن. صح. وجمعنا أخيراً أول 100 نقطة. السؤال التالي: ما اسم مضادات الأكسدة الموجودة بالأطعمة الحمراء مثل البندورة، البطيخ والكرز؟ بيتا كاروتين، لايكوبين أو لوتين؟ سيكو. لايكوبين. مش بيتا كاروتين؟ لا. طب لكن وين البيتا كاروتين موجود أكثر؟ بالجزر. بالجزر يعني من اسمه. ما رح شارعك، جواب صح. 350 سيكو و100 نقطة ماكروز. بعد في عنا أمل، ما تخافوا. كمان سؤال: عيب الأنبوب العصبي عند الطفل يمكن أن ينتج عن نقص أي مادة غذائية عند المرأة الحامل بالأشهر الأولى؟ فيتامين دي، حمض الفوليك أو الحديد؟ حمض الفوليك. second option. حمض الفوليك. فوليت. yes. فوليت. كمان ما حتغيروا المرة؟ نو نو، هالمرة لا. يعني باخذ جوابكم انه yes. صح، وهو صح. مئتين نقطة، 350 سيكو. والسؤال الثامن بيقول: ما هو الفيتامين الذي يتأثر أو يتكسر بالبيكربونات؟ B1، B2، B3. سيكو. B2. B2 يمكن يكون غير B، مش B2. لا، it's B2. B2. خلص، مصر. رح أقول لك لأنك مصر، خطأ. فبينتقل السؤال لماكروز. B1. كمان B1، أكيدين من الجواب؟ yes. ليه حاسك شوي هيك تحطمت معنوياتك؟ لا لا، ما بتحطم معنوياتي. بدك نعلي لك المعنويات؟ جواب صح. بدك؟ فإذا الجواب صح. 250 نقطة ماكروز و350 نقطة سيكو. والسؤال الأخير مع احتمالات: السبانخ يحتوي على كمية عالية من الحديد ولا يحتوي على مواد تمنع امتصاص الحديد، أو كمية قليلة من الحديد بس بيحتوي على مواد بتساعد على امتصاص الحديد، أو كمية قليلة من الحديد ويحتوي على مواد تمنع امتصاص الحديد؟ ماكروز. ثاني أوبشن، كمية قليلة من الحديد ويحتوي على مواد تساعد امتصاص الحديد. هلا أنا اللي بعرفه عن السبانخ إنه يعني في كمية عالية من الحديد، بس يمكن أكيد معلوماتي صح تكون خطأ، وهذا يكون في شيء من الأخطاء الشائعة يمكن نعرفها نحن. صح. فإذا أنت بتقولي كمية قليلة من الحديد ويحتوي على مواد تساعد امتصاص الحديد. يعني رح قلك عشوي كانت صح، هو الجواب خطأ. يمكن يحتوي على كمية عالية ما بنعرف. فإذا سيكو. آخر جواب. آخر جواب. انتبه، عم تحكي عن السبانخ. ايه. هي بلبا مادة، بعرفش اسمها المادة. ايه. It's oxalate. ايه. بلبا oxalate ما بتخلي شو اسمه الايرون ينسحب من السبانخ. اوكي. So يعني خلص. مأكد. يعني الجواب التالي، بما انك انت مأكد المرة على يعني وعم تبني معلوماتك على قصص علمية، ما رح فشلك ورح اقول لك انه الجواب صح. فإذا بيكون صار عندكم 400 نقطة مقابل 250 نقطة. هلا بدنا ننتبه كثير منيح. السؤال الأخير يلي هو مبادرة أو مشروع رح يحسم الربح لأحد الفريقين، لأنه علامته 225 نقطة. يعني في حال ماكروز هلا صوتوا لهم على المشروع لصالحهم رح يصير معدلهم 475، بكونوا هن رح يربحوا. أو إذا أنتم ربحتوا سؤال المشروع بتكونوا ربحتوا الجائزة المالية اللي هي قيمتها 15 مليون ليرة لبنانية. رح بلش معكم سيكو، ومعكم دقيقة واحدة تشرحوا المشروع. إذا بنطلع على الإحصائيات اللي عم تعطينا إياها WHO، بنشوف إنه نسبة الموت من الأمراض الغير معدية هي 88.5% بلبنان. طيب شو السبب؟ إذا بنشيل الجينيات على جنب، بنلاحظ إنه التغذية هي أكثر شيء بيأثر عليها. طيب نحن هون شو شغلتنا كنيوتريشنست؟ التوعية. هون بيجي البروجكت تبعنا اللي اسمه دايل إن نيوتريشنست،
اللي حنعمله انستغرام اكونت. كل جمعة بنعمل لايف ستريم، وبهاللايف ستريم بنعمل له بروموت افري ويك لسيرتن نون كوميونيكابل ديزيز اللي هو الامراض الغير معدية. مثل فيك تعطينا مثال عليهم؟ مثل الكانسر، الدايابيتس، السكري، مثل الامراض القلب، مثل الضغط، سو اون اند سو فورث. فاذا هون التغذية ممكن تساهم يعني بالحد او يمكن بالوقاية من هيك امراض. مظبوط. اوكي، ونحن شو بنعمل؟ كيف نعمل له بروموت؟ طريقة فيري كوست افيشنت، انستا ريبوست ستوريز، فينا نعمل ريشيرز من اني اوف اور اكونتس، وبنخلص من هالشيء فينا نوصل لان اوتوميتد مسج بنبعثها للشعب اللبناني. اوكي، بتبعتوها يعني عبر كمان عادي. على الانستغرام كمان، فينا على الانستغرام، فينا على فيسبوك، او فينا نبعث على تليفوناتهم مسج على التليفونات عادي. لانه في كتار ناس يمكن ما بيستعملوا السوشيال ميديا او الانستغرام، لانه اكثر الانستغرام هي امونج يوث اذا بدنا نقول، لانه الشباب اكثر بيستعملوها. اوكي، فاذا المشروع الثاني لماكروز. كثير من الامراض اللي بتصيب جسم الانسان بيكون سبب من اسبابها الرئيسيه التغذيه الغير صحيحه اللي هي المال نيوتريشن. التغذيه الغير صحيحه فيها تكون زياده تغذيه، قله تغذيه، او بس تغذيه مش مفيده لجسم الانسان. بس الشعب اللبناني او حيالله شعب بالعالم ما بيعرف هذا الشيء، لانه يمكن ما بيزور اخصائيين تغذيه بشكل مستمر ليعرف اذا عنده نمط غلط باكله. فمشروعنا نحن حيجرب يساعد العدد الاكبر من الناس ليظبطوا نمطهم. مشروعنا هو التالي: كل انسان عنده تامين صحي بيدفعله كل سنه وبيستفيد منه من 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 طبابه بمستشفيات واستشارات من حكماء. بنزيد على هذا التامين نعم يدفعوه للشعب اللبناني اصلا 3-4 كونسلتيشن سيشنز، يعني استشارات تغذيه من نيوتريشنست معينه، بيقدر ساعتها المواطن يتشجع يزور اخصائي التغذيه ليظبط نمط اكله. اول خطوه بتكون انه نقدم بروبوزل، يعني مشروعنا، لكثير من الشرك التامين. نحن تواصلنا مع موظفين من شرك تامين وكانوا كثير مرحبين للفكره. وبعدين بيكون هيك نسبه الامراض بالمجتمع عم بتقل، وعم نفيد شرك الانشورنس انه ما يتكلفوا كثير. بتكون النيوتريشنست عم تعمل دوره لازم بالمجتمع، واكيد بيكون الشعب والمواطن عم يتشجع يروح على النيوتريشنست لحتى يعرف ويحل هيدي المشكله اللي عنده اياها، او هيدي يمكن التعديل البسيط بحياته. هلا بعتقد عبر ذا ريسيرشر كثار من شركات التامين سمعوكي وبتمنى انه يتجاوبوا معكم لتنفيذ المشروع. وهلا بلش التصويت، رح نبلش مع فريق سيكو، الجمهور رح يصوت، وكمان دكتور عمر عبيد رح يصوت على ثلاث معايير. المعيار الأول هو قد الفكرة مهمة ومفيدة للمجتمع، المعيار الثاني قد الفكرة قابلة للتطبيق، والمعيار الثالث قد الفكرة مبتكرة. أكيد السكور النهائي هو حيكون مناصفي بين معدل تصويت الجمهور ومعدل تصويت الباحث دكتور عبيد. عندي سؤال لكم، كيف فيكم أنتم تشجعوا الناس أو تخبروهم أنه دور اختصاص التغذية أو اختصاصية التغذية هو بيتخطى المسائل الجمالية، لأنه بالنهاية في شيء مرتبطة بالصحة؟ ممكن بس نقدم لهالشركة التأمين أنه يعني الكونسلتيشن لازم يحطون، نشرح يمكن للعالم شوي أنه هي النيوتريشن مش بس عن التغذية، مش بس عن الجمال، بالعكس هي كتير بتأثر لأمراض، من أمراض قلب لأمراض سرطانية ولغيرها. فالواحد يهتم بالتغذية تاعيته بتساعده يمكن مرات يتفاقم أي مرض عنده إياه، أو حتى يمكن يشوف إذا عن جد في شيء عم بيأثر بطريقة سلبية على الأمراض تاعوله. بس عملياً بنشتغل إن بارلل، بس نحكي مع شركة التأمين إذا وافقوا معنا وكل شيء. أكيد إن بارلل لازم يكون في بلاتفورم على السوشيال ميديا هلأ. شركة وكمان فينا نعمل حصص توعية بالجامعة، نحن عنا كان نخبر بالجامعة أنه صار في هيك شيء بهالتأمين الصحي، ونخبرهم أهميته للعالم تتشجع. أوكي، فإذا تصويت انتهى لسيكو، ورح يبدأ التصويت هلأ لماكروز. في شيء مرة تعرضتوا للتنمر أنتوا وصغار بسبب نحافة زيادة أو يمكن نصاحة زيادة؟ نحن خاصة كمجتمع لبناني، إذا واحد بيشوف الثاني بيقول شو ضعفان شو نصحان. إي. إنه هيدا فيك تقول تقريبا صار من الكالتشر تبعنا، هون شغلتنا إنه نكسر الأعراف الاجتماعية ونفرجي العالم إنه هيدا مش شيء مزبوط. إنه هيدا الواحد عن جد بيتضايق إذا قال له. هلا هي قضية سعافة أوقات، بفهم إنه من شعب لشعب بتتغير، يمكن بالغرب ما عندهم هيدي، ما حدا بيعطي تعليق للثاني على الشكل، أنت ناصح أنت ضعيف، هيدا شيء بيرجع له. عم بيقولوا لي إنه النتائج صارت حاضرة، ورح نشوف هلأ لمين انحسم الفوز بسؤال المشروع. ماكروز 8.665 كمعدل إجمالي و 6.115 سيكو. فريق ماكروز هو الفريق اللي ربح ال 15 مليون ليرة، ألف مبروك. طبعاً رح أطلب هلأ من دكتور عبيد يتفضل
ويوزع الجوائز للفريقين. تفضل. فاذا هذا المغلف البدانة، مغلف البدانة من ناحية المصاري يعني هو انصح يعني البدانة منيحة بهيدي الحالة، البدانة كثير منيحة. والفريق الثاني ربح الريجيم الرشاقة كمان كمان كثير منيح. دكتور عبيد، شفتك اعطيت ماكروز سكور اعلى بكثير من سيكو، شو يلي خليك تعطي ماكروز علامه اعلى؟ هلا لان بالوضع الاقتصادي الموجود وبسبب كمان طرحوا الكل انه في مشاكل غذائيه موجوده، صار الشخص يروح لعند اخصائي او اخصائيه تغذيه بفكر الف مره، لان يمكن تكون بتكلفه الشغله يعني مكلفه ماديا. إذا صارت من ضمن المدركة أو الضمان أو الانشورانس، هذه بتشجع أنه يروح وياخذ يعني استشارة من أخصائي التغذية، وبنفس الوقت بتأمن شغل للأخصائي التغذية وبتأمن كمان يعني نصائح للأشخاص المحتاجين. إن شاء الله مشروعكم بيصير حقيقة، وكمان مشروع سيكو بيتنفذ على الأرض، وأكيد دكتور عمر عبيد رح يضل داعمكم بالحالتين. بدي دائما ذكر المشاهدين انه فيكم تجاوبوا على السؤال المطروح على تويتر، واللي بيعطيكم فرصه ربح جائزه ماليه، ودائما حطوا هاشتاج ذا ريسيرشر. بريك وبنرجع. عودة لكم مشاهدينا ومنتابع ذا ريسيرشر مع دكتور عمر عبيد. خبروني خبرية مهضومة كثير، حبك للاستكشاف وحبك لمجال التغذية خليك أنت وصغير تعمل عصافير كفتة، صحيح؟ صحيح بالضبط. لنعرف كل القصة رح نشوف هالتقرير. عمر من هو وصغير سؤالين كانوا محيرينه، الأول ليش الإنسان بيجوع؟ والثاني ليش بيشبع؟ من الهوايات يعني تبعيتنا انه البحر حدنا، يعني دائما بدنا نحاول ننزل نتصيد مثل غيرنا، يا اما بالرويس او بالقفه. بلش مسيرته بتجارب من خلال تربيه البلابل وصيد الاسماك، وتمكن عمر من تدويخ السمك قبل اصطياده من خلال خلط العجين مع بصل الزنبق. هيدي الزهرة كنا نستعملها حتى نخلطها مع الخبز، ويقولوا لها تدويخها ونرميها على البحر، وكانوا السمكات يدوخوا. أما البلابل فكان نصيبهم دوخة من العيار الثقيل من بعد ما حاول إطعامهم كفتة مع البقدونس. كنا نحب نربي البلابل، لأن يعني البلبل تعرف بالطعميه وبتتركه لحاله بيروح وبيجي لعندك، وشغلة حلوة كنا يعني نفنص فيها، أنه أنا بترك البلبل بيروح بيرجع بيجي لعندي بيغط على كتفي وما بيروح لعند حدا تاني يعني. كل هالشي بدل على شغفه واهتمامه بالغذاء، مع التركيز على موضوع نوعية الأكل وكم مرة بتاكل بالنهار، إضافة للمنافع والضرر. القصة ما وقفت هون، صار كل ما يكبر تكبر معه اهتماماته بالموضوع، وكان عنده كتير أسئلة أجوبتها محيرة، بس كان على يقين إنه رح يجي الوقت ويعرفها. كبر عمر وتنقل بين الألمون وطرابلس، المدينة العزيزة على قلبه، وتابع دراسته بتميز وتفوق ليحصل على عدة منح للدراسة خارج لبنان. الواحد فكر إنه بصير ما في شغل بالعالم إلا يا مهندس يا دكتور، وهيك ابتدى مشواره بهالمجال وصار يتطور وينتقل من مرحلة إلى مرحلة ليحصل على الماجستير ومن بعدها الدكتوراه، ليتولى مناصب عديدة بمجالات التغذية وينتقل بين عدة بلدان، ليرجع على الجامعة الأمريكية ببيروت اللي ساهمت ببناء مختبرات بتتمتع بمواصفات عالمية. أجرى فيها الدكتور عمر عبيد أبحاث ونشر محاضر تناولت تأثير المغذيات الأساسية على جسم الإنسان، المرأة الحامل ومرضى السرطان. الدكتور عمر قدر يوصل ويحقق الهدف يلي طمح له، والأسئلة الصغيرة اللي راودته هو صغير
زاد عليا أسئلة كبيرة مع أجوبة أكبر، أكدت إنه كل شيء ممكن وما في شيء مستحيل. يعني أنت وصغير كنت تخلط نباتات معينة وتدوخ السمك، اليوم شو عم تخلط؟ هلأ عم نحاول نعمل طريقة تانية أكثر يعني متطورة، متطورة وعلمية، متطورة مش إنه هيك نقطة، ونفهم بالضبط شو في بقلبها حتى نقدر نستخلص النتائج. بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2021 احتل لبنان المرتبة 19 عالمياً بالنسبة للبدانة. هلأ بدل الأزمة المعيشية والنقص بالمواد الغذائية، كيف بتفسر هالتناقض؟ هلأ بكل المجتمعات يعني في حالات بتتغير مع الوقت، يعني مثلا احنا بلبنان في نسبة بدانة، كمان بنفس الوقت في عنا الطبقة في عندها نقص بالوزن. هلأ احنا بشكل عام إذا بدك نحكي من 21 وما بعده نتوقع بعد 5 سنين تخف البدانة، وهذه حالة طبيعية وهذه لاحظناها وقت كنت أنا عم اشتغل مع اليونيسف بالعراق بعد الحصار بال91. بعد كم سنة كمان نسبة البدانة قلت، يعني الأزمات أوقات بيكون لها تأثير إيجابي بمحل ما، في يمكن نسبة البدانة بتقل، بس بده كمان سوء التغذية أو الهزال وهي الحالات بدها ترتفع. صحيح. إذا بدنا نحكي عن البدانة، يعني شو الأسباب اللي بتؤدي لبدانة مضرة؟ في عدة أسباب هي للبدانة، وإحنا طبيعة أكلنا تغيرت مع الوقت. أنا كانت نظرتي إنه شو تغير بالأكل، شو هي الأشياء الأساسية اللي تغيرت، خلينا ندرس هيدي الأشياء الأساسية ونشوف شو اللي تغير. يعني إحنا آخر فترة لنقول آخر 100 سنة التطور التكنولوجي والتكنولوجيا صرنا نقدر الأكل كله نعمل له ريفاينمنت أو تنقية، يعني صار الخبز خبز أبيض يعني وبناكل كمية كبيرة، الرز رز أبيض، كل هاي الشغلات صارت يعني مكررة بشكل كبير، والفاست فود كمان والفاست فود حسب استهلاكه. يعني الاستهلاك زاد، يعني بس كمان احنا بدنا نعرف انه هل هي زيادة استهلاك هيدي هي اللي سببت البدانة ولا لا. وكان في نظرتين، انه هل هو الموجود بالخبز الأبيض هو اللي سبب البدانة، ولا هل هو المنو موجود بالخبز هو اللي سبب البدانة؟ هذه يعني دراسة قمتوا فيها. شو تبين معكم؟ هلا تبين معنا احنا وقت طلعنا لهي الشغلات، لقينا انه يعني اذا بتطلع على البدانة بالنسبة لعلاقتها مع انواع الغذاء، بنلاقي استهلاك الخضرات والفواكه البدانة اقل، استهلاك اللحوم وكمان منتجات الألبان البدانة اقل، بقيت بس الاشياء الثانيه اللي هي علاقتها يعني متوازيه مع البدانيه بتزيد، واللي هي الاشياء المكرره. هلا احنا شفنا صرنا نطلع شو بينقص يعني نشويات حتى عم تسبب هالبدانه. هلا طلعنا مثل ما قالوا التلاميذ هون انه هي اتزان ما بين ديش منحرق ديش بناكل وديش بنحرق. هلا احنا فتنا باكثر تفاصيل انه كيف بنحرق، كان التركيز احنا اذا اخذنا النشويات بدنا نلاقي طريقه كيف نخلي الجسم يقدر يحرقهم، وهذه كان التركيز تبع معظم البحوث تبعيتي انه كيف نقدر نحرق. هلا طبعا دكتور عبيد انت نفذت عده دراسات، شو هي الدراسه اللي اكثر شيء اخذت صدى عالمي؟ الدراسه هيدي كانت فكرتها انه وقت احنا بنستهلك النشويات او الاشياء المكرره بدنا بحاجة لشيء ليحرقها، وإحنا الطاقة بالجسم أو عملة الطاقة بالجسم هي الـ ATP واللي هي اللي الجسم لازم ينتجها حتى يعني يقدر يحرق. يعطي طاقة حتى يعطي هي طاقة عملية الحرق بتصير بعملية الـ ATP. نعم. هلأ إحنا طلعنا الـ ATP شو بيحتاج تيحرق، إذا كررنا الأكل بيخسر مادة واللي هي الفوسفور، صرنا جينا الفكرة أنه إذا منزيد الفوسفور على هودي النشويات هل بتزيد كمية الحرق ولا لا؟ وبنفس الوقت كنا عم نلاقي إحنا الألبان والأجبان أو المنتجات الحليب ومشتقاته وكمان اللحوم عادة استهلاكهم بنقص الوزن، وهن بيحتاجوا هن هدول فيهم كمية عالية من الفوسفور. جبنا إحنا الخبز أو عملنا أول شيء عملنا سبليمنت أو حبوب فوسفور وحبوب بلاسيبو واللي ما فيها شيء،
جربناها على الأشخاص، كانت أول دراسة هي أنه ما نشوف نسبة الشبع عند الأشخاص. جبناه وعطيناهم درينك أو مشروب سكر في بقلبه فوسفورس وما في بقلبه فوسفورس، وبعد ساعتين حطينا لهم بيتزا قلت لهم تاكلوا قد ما بدكم بس هنا ما بيعرفوا شو فيه. صح. لاحظنا أنه اللي أخذوا فوسفور مع المشروب السكر استهلاكهم بعد ساعتين كان أقل ب 30%. يعني نقص استهلاك الغذاء 30%. يعني هذا الشيء ساهم بكبح الشهية. بالضبط. يعني هي الفكرة أنه جسم الإنسان إن إذا أنت قدرت أنتج طاقة بالجسم بتعطيك شعور بالشبع. هلأ بما أنه إحنا حطينا الفوسفور مع السكر ساعد عملية إنتاج الـ ATP صار في شعور بالشبع. قمنا نقلنا هذه الدراسة على 12 أسبوع، اخترنا تقريباً 30 ب30 شخص عندهم زيادة وزن، عينتين يعني. عينتين، واحدة أخذوا بلاسيبو وواحدة أعطيناهم حبوب الفوسفور مع الترويقة، بتاخذ هاي الحبة على الغداء، بتاخذ هاي الحبة وعلى العشاء. هني مش عارفين ليه، ما عارفين ليش، وما قلنا له لا بتغير نظامك الغذائي ولا بتعمل شيء ولا شيء. يعني راقبتوه هون، شو تبين معكم بالنهايه؟ بالنهايه طلعت النتيجه رهيبه، انه نقص وزنهم. وكمان سالناهم اسئله عن مدى الشبع، اللي بياخذوا فوسفور كانوا عم يشبعوا بسرعه، استهلاك السناك يعني بين الاكل اختفى الواجبة. تقريبا عندهم اختفى، يعني اللي كانوا عم ياخذوا فوسفورس الوجبات الخفيفه بين الوجبات الكبار اختفت بيناتهم السبب. وكان في نقص بالوزن، يعني كان كثير يعني مهم. وكان كمان نقص بمحيط الخصر واللي هو دلال على نقص الدهون اللي هي المضره. كان نقص بكميه عاليه. هيدي نشرناها هيدي وتفاجئنا انه بامريكا وباوروبا اخذتها الصحافه بشكل عظيم، يعني رهيب، واتصلوا في رويتر واندوكرينولوجي سوسايتي. سو يعني تقريبا لثلاث اربع اسابيع كان فيها اهتمام دولي يعني بشكل كبير. اكيد بنهنيك من برنامج ذا ريسيرشر على هذه الدراسه. وانا عندي كم سؤال عليها. الحبوب اللي قلت عنها الفوسفور، هل هي متاحة أنه مثلاً بالصيدليات إذا شخص بده يتبعها، وقد هي آمنة وما عندها أعراض جانبية؟ هلأ مبدئياً إسا مانا موجودة هي بالأسواق. لكن يعني وين عندك أنت مخزنها؟ هلأ تقريباً ما عندي، إجاني في أشخاص عم يأخذوا بقولون على مسؤوليتكم. نعم. بشكل عام هي آمنة إلا عند الأشخاص اللي عندهم مرض بالكلاوي. احنا بنتفادى مشان ما يتجمع يزيد مستوى الفوسفور بجسمهم. اذا بدنا نحكي العكس، نحن عم نحكي هون حكينا بداني وكيف عم بنحاول يعني ننقص الوزن بطريقه سليمه. طب الناس اللي بيعانوا من هوس بالتنحيف، كيف فينا نشجعهم انه ياكلوا، انه ما يهملوا حالهم، انه ما يخافوا من الاكل؟ في ناس عندها فوبيا بتصير من الاكل. هلا هيدي هي مساله لها علاقه بالتغذيه، لها علاقة بالتربية الأهل. يعني كثير بيقولوا يعني اللي بيصير معهم الأنوركسيا نيرفوزا أو البوليميا، يعني اللي بيصير عندهم النقص بيكونوا أهلهم قاسيين كثير عليهم، مشان هيك بتصير عندهم الحالات. هيدي علاجها بدها أخصائي تغذية، بدها علم نفس، وبدها كمان أطباء متشعب. يعني مفروض إذا حدا من هيدي الفوبيا واحد وحده ما بيقدر عليها. نعم. لأن فيها شيء نفسي أكثر منه بس تقدر. صح. هناك بعض الأخطاء الشائعة مثلا مثل السبانخ، اللي سألنا السؤال للطلاب أنه الناس، وأنا كنت واحد منهم، أنه بعتقد أنه هو غني بالحديد، ولكن طلع بالعكس هو منه غني بالحديد، وكمان في ماده بتمنع امتصاص الحديد. هيدي من خبرنا عن هالقصه. هيدي من قوه الاعلام كيف بيسيطر على العالم. هي القصه كيف صارت، انه كان عم يحلل السبانخ، هو دكتور بالمانيا، وقت عم يكتب الرقم بدل ما يكتب 3.5 كتب 35. كانت خطأ مطبعي ونزلت بالجرائد، وبعدين عملوا بوباي بيز عليا بال 1930 دائما وكل شيء. وهذه بس هي كانت خطأ مطبعي، بدل ما يكتب
3.5 انكتبت 35 واخذتها العالم ومشيت و... بس هذا الخطا المطبعي يعني اثر على البشريه كلها على بالضبط. المفهوم للسبانخ لا الا اللي بيبيع سبانخ استفاد هذا استفاد منه بس الباقيين لا لأن طيب. تحتوي على مادة الأوكزاليت واللي هي بتمنع امتصاص الحديد يعني العكس كلياً طلعت بالضبط طيب هيدي كان مثل على السبانخ شو في كمان أخطاء شائعة؟ هلأ كان في أسئلة دائماً تنطرح علي وكثير عالم يسألوني إنه أينه أحسن تشرب مي باردة ولا سخنة؟ بيقولوا إذا بنشرب المي السخنة بيدوب الدهن بالجسم يمكن أكيد كثير سمعها ولا أيني أحسن الباردة أو شيء يعني كان هذا السؤال مطروح هلا يعني احنا يعني وقت المطلع على جسم الانسان اللي بيشتغل فيه هو الكتله العضليه والكتله العضليه يعني احنا بنستهلك الاكل حتى نحمي الكتله العضليه ما بنستهلك الاكل مشان الجلد او شيء يعني بشكل عام للكتله العضليه لنحمي العضل لنحمي العضلات هذا الهدف الانسان تيعيش فلذلك تنحمي جسم الانسان احنا بدنا نحافظ عليه على حراره 37 اذا شربنا مي فوق 37 بس نستهلكها الجسم بده يرجلجها يعملها على 37 بده ينزلها او بده يطلعها هلا تطلع حراره المي لل 37 في يعني بدك تدفع حراره من الجسم عليها يعني ات كوست انرجي يعني في انرجي وتتنزلها بتدفع كمان هلا اذا بتفكر فيه بالمعادلتين يعني اذا الجسم 37 اذا اخذنا مي سخنه السخنه بتكون ديش تقريبا قول 47 مثلا يعني في فرق 10 درجات يعني انت عم تدفع تتبورد 10 درجات بينما اذا اخذت مي بارده بتكون 4 تطلع على ال 37 يعني عم تطلع ديش تقريبا 33 درجه يعني انت عم تدفع انرجي اكثر فاذا كل ما كانت المي مسقعه اكثر كل ما كان عندنا حظ اكثر انه نحرق كالوريز مشان هيك بس واحد ترتفع حرارته بيخسر وزن نعم انه يقدر يعني يرجع يوازن الحراره سؤال كمان اذا الانسان شعر بالبرد يعني انه نحن بدنا نقول بفصل الشتاء اذا كنا بردانين والجسم بيصير بده يوصل كمان دائما درجه الحراره 37 هل هذا الشيء كمان ممكن يساهم بحرق سعرات حراريه بالضبط هلا احنا بالبرد بنستهلك اكل اكثر يعني حاله عاديه يعني انه هلا الجسم بيعمل مثل بيتاقلم انه احنا بنسكر الخلايا الجلديه وبيصير الدم بيفوت لجوا مشان بنعزل بيصير في طبقه دهون وبتعزل الجسم عن الحراره اللي برا ومشان هيك لنقول لك شغله مثلا بعد بينزل حدا من الجبل بيكون على مستوى عالي بينزل على الساحل بيقولوا خدوده حمر صحيح خدوده حمر ليش لأن وقت بتطلع انت على ارتفاع عالي بيصير الدم بيفوت لجوا يعني مشان تحمي جسمك من البروده هلا بترجع على مستوى سطح البحر الدم بيرجع بيطلع لبرا هلا بيفتكروا انه صحي او صحته منيحه بس هي بس هي انه طلع انه طلع الدم على الجلد او طلع الدم على الجلد يعني صحيح كل ما تزيد الحراره الدم بيطلع على الجلد مشان يتبخر مشان يتبرد الجسم هلا طبعا الاهتمام بالغذاء هو محط انظار جميع شرائح المجتمع ومن ضمنهم الفنانين رح ناخذ هلا مداخله عبر زوم لفنانه وممثله أنا على الصعيد الشخصي بعتبرها إنسانة كتير مهضومة وبتضيف لكل عمل درامي أو تلفزيوني بتكون فيه نكهة خاصة عم أحكي عن الممثلة ليليان نمري يعني هيدا الموضوع أنا كتير بهمني أن أحكي فيه لأنه هيدي معاناة عمرها سنين عمرها أكتر من 58 سنة لأنه أنا ببيت 4 سنين بلشت أنصح هلأ كان في عندي مشكلة بروبليم لما خلقت بعد 40 يوم دخلت المستشفى وحطوا لي كتير كورتيزون وقصص طويلة عريضة من بعد 4 سنين أنا بلشت يعني ميل للبدانة وتعذبت صاروا أهلي يعني من بعد 9 سنين تخدمي عند الحكمة أمي تعذبت كتير وضليت أتعذب كل حياتي فلليوم أنا بعدني عم بعاني لليوم فتش ما بقي يعني خبير التغذية ما رحت لعنده ما بقي طبيب غدد ما رحت لعنده حتى من تقريباً 5 سنين ونص عملت عملية تطويض معدة
هلا صحيح انه ضعفت 40 كيلو ورجعت انصحت شوي رجعت ضعفت شوي، بس يعني بقول كتر خير الله انه بعدني محافظه على ال 34 كيلو اللي نزلوا، اللي انا كنت كان كثير صعبه انه ينشالوا. اللي بدي وصله انه يعني ولا بدين او بديني يفقدوا الامل، لانه طالما الطبع بيتقدم طالما هني رح يوصلوا لنتيجه كثير مهمه. بس للاسف يعني ما بعرف انا ما قدرت اوصل للنتيجه اللي انا بدي اياها ولا مره كنت راكده حتى اكون مانوكان. اهم شيء كان عندي الصحه. وبس بدي اقول لكل المتنمرين، وهي الرساله دائما بوصلها، ناصحين مش ناصحين دائما من الاكل، الناصحين هني يعني النصاحه هي مرض مثل اي مرض تاني. وبدي اقول نقطه كثير مهمه، انه انا ابدا ما استغليت بدينتي لشهرتي بالتمثيل، ولا مره كانت البدينه هي سبب نجاحي بالتمثيل. انا نجحت بالتمثيل لانه انا عندي الموهبه، فاي بنت بدينه بتبعت لي بدي امثل وانا مهضومه مثلك، هذا ما بيعني اذا انت ناصحه يعني رح تنجحي بالتمثيل. انا بدي اشكركم انه سمحتوا لي على السريع احكي عن كل المواضيع اللي لازم انه تنقال. يعطيكم الف عافيه، ونشكركم على هذا البرنامج اللي فعلا كثير قيم. يعطيكم الف عافيه. شو تعليقك دكتور عبادي، وشو بتقلها للفنانه ليليان نمري؟ نشكرها على المداخله. في حالات بدنا بيكون في مشاكل هرمونيه، انا هذه يعني بالغده الدرقيه وهيك شغلات، ومثل ما يعني هذه بتصير بدها معالجه يمكن تقريبا هرمونيه. هلا هي عملت عمليه يمكن كمان، بس اذا هي قالت زارت كثير اطباء واختصاصيين تغذيه، في حالات واللي هي لها علاقه بالهرمونات هذه بده يكون علاجها مختلف، يعني بده الواحد يكون عنده تفاصيل أكثر من هالناحية. على كلنا نحن ليليان نمري بنقول لك انه تقلك هو مش بوزنك الزائد، هو تقلك بالاعمال اللي بتقدميها بالدراما اللبنانية، وتحية لك من داري سيرتشر. دكتور عبيد رح نتوقف للحظات مع الإعلان وبنرجع. نتابع معكم مشاهدينا والحلقة الليلي عن التغذية. دكتور عبيد ذكرت أنه الفوسفور الحبوب اللي عملتوهن بيساعدوا على تخفيف الوزن. إذا بدنا نقول للمشاهدين شو هي الأكلات أو شو هي الفواكه أو الخضار يمكن الغنية بالفوسفور اللي ممكن نتعوض مكان هيدي الحبوب. هلا في عدة أغذية في مستوى الفوسفور فيها عالي. للأسف يعني الخضرة والفواكه نسبة مش عالية. هي أكثر شيء موجودة باللحوم وموجودة بالحليب ومشتقاته. بس هلا غاليين بهالأيام يعني النصيحة. بس باللحوم والحليب يعني ومشتقات الحليب. بس الحليب احنا بنسمع عادة إنه اللحوم يعني وخصوصا اللحم الحمراء إنه هي بتساهم يعني بالنصاحة. هلا وقت بنحكي عن اللحمة الحمراء بتساهم بالنصاحة، لأن معظم الوقت بتكون استهلاك اللحمة الحمراء مع الدهن تبعيتها. احنا وقت عم نحكي عن استهلاك اللحمة لحالها كعضلات ما في هالإثباتات يعني. بالعكس يعني استهلاك البروتين واللي هو بيجي بشكل عام من اللحوم الحمراء والبيضاء وكمان من الحليب ومشتقاته، لا في يعني بينقص الوزن. نعم. وبيعطي حالة إشباع. فكرة الفوسفورس هي مثل ما قلنا هي إنتاج طاقة. يعني إحنا إذا بتستهلك أكل وما بتقدر تحرقه الجسم بيخبيه، يعني مثل ما قلنا النشويات بيحولهم لترايغليسرايد وبيخزنهم دهون بالدم. يعني مثل إذا أنت رحت عملت تبضعت أكل وصلت على البيت ولقيت ما عندك غاز حتى تطبخ الأكلات، بيضلون الأكلات يعني بتجمعون وبتروح يمكن تطلب دليفري حتى تأكل. صح. وهي هذه نفس الفكرة، بمعنى أنه بتستهلك شيء الجسم ما بيقدر يحرقه بيخزنه بيرجع بتحس بالجوع بتروح بتجيب شيء تاني، يعني بتروح تجيب أكل مرة تانية وما تقدر تطبخه. يعني القضية هي عملية إنتاج طاقة. Exactly. نحن هلا بشهر رمضان،
دائما الناس بتسمع نصائح من اختصاصيين تغذية، يمكن ولا مرة سمعوا من باحث بمجال التغذية، شو بعض النصائح اللي ممكن تقدمها؟ هي الواحد يقدر يستمر بالعملية الصيام، أول شيء المي، يكون في كمية مي بجسمه ويحافظ على كمية المي بجسمه، أو يحاول يتفادى أنه يتعرض لحرارة حتى ينقص المي. الشغلة الثانية واللي هي عند الإفطار، عند الإفطار كمان يعني مثل ما قلنا إحنا الجسم بحاجة أنه بس يأخذ الغذاء يحرقه، وقت اللي عم تأخذه أنت بكمية كبيرة فوق طاقة الجسم لا يحرق رح يخزنه، لذلك يعني إذا منبدي يعني بالإفطار نأخذ كمية قليلة بالبداية، وكمان كمية قليلة. هلأ إحنا في عادات واللي هي يعني بتقولوا عادات حميدة أو منيحة، إنه بياخذوا لبن أو بيشربوا على الإفطار. هلا اللبن مثل ما قلنا الحليب ومشتقاته فيه كمية فوسفورس عالية، فلذلك بتساعد إنه تقدر تاخذ هذه اللي يعني اللي بتمتص اللي بيمتص الجسم تقدر تحرقه. نعم. وبتعطيه مجال الجسم يحرق، مش إنه تستهلك كمية هائلة يوم الجسم بيضطر يخزن بدل ما يحرق. عندي سؤال هون بالنسبة للمحليات اللي خالية من السكر، قد ايه بتعتبرها هي صحية او لها تأثير يمكن ايجابي على صحة الانسان؟ هلا في احنا في مثل بيقولوا حبل الكذب قصير 100%. اوكي، هلا احنا معودين او الجسم معود بس يستهلك اشياء حلوة بتعطي مسج او بتعطي رسالة للدماغ انه جاية طاقة، يعني احنا وقت ناخذ شيء حلو عم يجي سكر معناتها جاية طاقة للجسم. مزبوط. وقت عم نعطي الجسم شيء حلو عم يستهلك شيء حلو، بعدين الدماغ عم يحس انه لا عم تكذب علي ما في طاقه، بيصير بنقوله بالستارفيشن مود، بيصير الدماغ بيعتقد انه انت ما عندك طاقه كافيه، بيقوم يصير يخزن بدل ما يحرق. وعلى هاي الشغله احنا بنشوف انه هلا اذا بتطلع بكل الدراسات اللي لها علاقه بالمحليات، يعني الاشخاص اللي بياخذوا هذه المحليات بدون سكر او بدون طاقه لفتره طويله ما في ولا اثبات انه بينقص وزنهم، بالعكس معظم الدراسات بيقولوا بيزيد وزنهم. فاذا يعني الى اكيد ضرر كمان، يعني انا لا ابدا ما بنصح. اوكي، هيدا الجواب اللي بدي اياه. يعني احنا اللي اخذوا سكر مش محليات، اخذوا سكروز كان جسمهم احسن. عن الرجيم المناسب والخيارات الغذائيه الصحيحه كمان رح نستمع لاختصاصيه التغذيه مدام هند دخيل عبود بهالتقرير. دور اختصاصية التغذية بهالفترة اللي نحن عم نعيشها بلبنان، خاصة هلأ يعني الكورونا، هي أنه تهتم بالأشخاص اللي عم بيكون عندهم سوء تغذية. بلا ما نعرف منحس حالنا عم نضعف، مرات عم نخسر إحساس نستطعم بالأكل أو نشم الأكل أو بضلوا عنا مشاكل بالبلع أو بالتناول الأكل. هون بيجي دورة أنه تساعد هالشخص ليتجنب هالأمور ليحافظ على الكتلة العضلية اللي موجودة عنده وأكيد على المناعة. أكيد غير التغذية الملائمة لازم ننتبه كتير على الرياضة، لازم نكون عم نتحرك، وهالأمور هين نعملها حتى يعني مش ضروري نروح نحن على نادي رياضة، نحن فينا نكون عم نتحرك بيومياتنا، على الأقل لازم نكون عم نمشي شي نص ساعة بالنهار. أكيد تاني نقطة لازم نشرب منيح، ما لازم نترك حالنا إنه ما نعطش، لأنه إحساس العطش يعني نحن جسمنا كتير ناقص من السوائل. كتير مهم كمان نكون عم ننام، في كتير عالم عم بتكون يمكن تعبانة أو عندها قلق أو خاصة بعد الكورونا ما قدروا كتير ناموا مثل ما لازم من الخوف. النوم لازم يكون إذا فينا 7 إلى 8 ساعات إذا أمكن. هلأ طبيعة الحال كل ما فينا نحنا ما نكون عم ندخن أو ما نكون بمحل فيه دخان أكيد كتير أفضل لنا ولصحتنا. نعرف نحن انه هلا بالظرف يلي عم نعيشه بلبنان يمكن عم تنقطع الكهرباء، عم بيكون في عنا مشاكل اقتصاديه، مشاكل اكثر عم بتزيد انه يصير نحن عرضه اكثر للتسمم من الغذاء. اكيد لازم كثير منيح نغسل ايدينا بالمي والصابون وننظف دائما المساحات محل ما نحن نكون عم نحضر الاكل، ما لازم نخلط الاكل الني مع الاكل المطبوخ. واليوم كوننا نحن بشهر رمضان الكريم أكيد كتير مهم إنه الأشخاص اللي عم بيصوموا إنه من الإفطار لحديث السحور يكونوا عم بيقسموا هالوجبات الغذائية. مش ضروري إنه نكون نحن عم نشكل وناكل كميات مهولة من الأكل، فينا الطبق الأساسي يكون المهم يكون مرتكز على
فئة من النشويات اللي هي فيها تكون البطاطا، الرز، المعكرونة، الحبوب كتير مفيدة لأنه الفاصوليا، الحمص، العدس، هي غير أنه هي نشويات فيها مواد بروتينية. فإذا نحن ما قدرنا كتير نقدر نجيب يعني مثلا اللحمة أو الدجاج أو السمك، فينا نكون عم ناخد البقول بساعدونا، بلس نحن فينا نكون عم ناخد البيض، بياض البيض كمان كتير مهم ومفيد، ومع الخضار اللي نحن بدنا نكون عم ناكلها. لنتجنب نكون عم ناخد كتير حلويات، فينا نكون عم ننقي مثلا يمكن الحليب ومشتقات الحليب او الاجبان او حتى البودينج، فينا نعملهم كاسترد او مهلبيه، في يكون على نستعملهم كحلويات مع الفاكهه او فواكه مجففه، بنكون عم ناخذهم كانه سناك. ونتجنب نكون عم ناخد السوائل اللي هي مضره للبول كرمال لما نخسر سوائل اكثر خلال النهار. شو تعليقك دكتور عبيد على اللي قالته اختصاصيه التغذيه سيده هند دخيل عبود؟ أنا موافقة يعني 100% على النصائح هذه، وكمان أنا بدي ركز إنه إحنا دائماً منعطي منزيد اهتمامنا بالخضرة والفواكه، بس هن مهمين وأساسيين يعني، بس ما ننسى إنه إحنا مثل ما قلنا إنه الجسم بحاجة ليحمي الكتلة العضلية، فلذلك لازم يكون عنده كمية بروتينات تيحمي الكتلة العضلية. إذا ما قدر يأخذ هذه البروتينات بيضل حاسس بعملية الجوع. كمان هي ذكرت الرياضة. إحنا الرياضة يعني في نوعين الرياضة، في الرياضة اللي بتخطط لها واللي إنه بتروح على الجيم وبترجع، وفي الرياضة إنه أنت خلال النهار في عندك حركة. وهودي نتائجهم مختلفة كتير على فكرة، يعني في كتير دراسات بتقول لك الشخص اللي بيتحرك بالبيت أو بيتحرك بشغله بيطلع على الدرج بينزل وهيك شغلات، يعني إذا بتحسب أنت مساحة الوقت يعني اللي صاحي فيه الإنسان مثلا 16 ساعة بينام 8 ساعات يعني عم يتحرك فيهم، إذا هو 16 ساعة عم يتحرك فيهم نتفة نتفة بيجمعوا 16 ساعة، بيجمعوا لك كتير. نعم. بس إذا رحت أنت على الجيم وعملت رياضة لنص ساعة بشكل قاسي جداً، معظم الوقت عم نلاحظ انه انت نايم طول الوقت او بعد ما تعمل رياضه بترجع بتنام 3-4 ساعات، هذا البالانس بيختفي يعني. الحركه هي شيء مفيد والرياضه بتزيد عليها. اكيد اكيد. هلا دائما الناس بتحكم على الاشخاص بالشكل، يعني اذا حدا ناصح بيقولوا له ضعف حالك، اذا حدا ضعيف بيقولوا له ليه ضعيف، ليه ما عم تاكل، وبالحالتين عم بتكون التعليقات نوع من التنمر. خلينا نشوف بهالتقرير تجربة للناشط الاجتماعي على صفحات السوشيال ميديا ريان حايك. مساء الخير للكل، أنا ريان حايك، وحبيت ليلي من خلال برنامج دي ريسيرشر وجه رسالة لكل شخص عم يحضرنا وخبركم قصة على السوشيال ميديا بما أني مؤثر وبلوجر، وهذا الشيء كيف أثر على صحتي وعلى نفسيتي. فعربي طبعي كتير بتأثر بحق الناس، فلما كانوا يتنمروا علي يقولوا لي أنت ناصح أو أنت ضعيف كنت دغري أعمل يلي بدهم إياه ويلي بيرضيهم. فأنا كتير قاطع علي كذا يوم بلا ما آكل كرمال أضعف، وقاطع علي كتير أيام بضل آكل كرمال أنصح، وهيدا شيء كتير غلط. مش هيك انا حابب وجه رسالة لكل شخص عم بيحضرنا صغير او كبير، وقلكن انتو حلوين مثل ما انتو، عملوا يلي انتو بتكون يلي يلي انتو راضيين عنه، اوعى تعملوا شيء كرمال ترضوا الناس. الناس ما رح ترضى لو شو ما عملتو، عيشوا حياتكن مش حياتهم وافكارهم هن، لا يكون حلوين مثل ما انتو واكيد مهمين. بحبكن كتير، وميرسي للقلبي سي اي ولا دكتور عماد. ريان حايك. وانا كمان بدي حييك ريان على يعني شجاعتك انك تحكي بهذا الموضوع، بعتقد كمان انت عملت فرق بالتوعيه على صفحاتك لان انا كمان متابع لك. دكتور عبيد، كيف بتوصف الناس اللي بتتنمر على الاشخاص بسبب شكلهم، يعني بسبب الوزن الزائد او الوزن الناقص خلينا نسميه؟ انه هذول يعني اشخاص يعني عندهم يعني نوع من قله الوعي، وبعتقد بدهم هيك نوع من التوعيه، لازم لهم انه توعيه حول هذا الموضوع يعني، حتى لو كانوا عم يمزحوا اوقات. حتى المزح امرار على اشخاص بياثر، في عالم يعني بتمزح معه بيضل يعني بياخذ الفكره وبيضل يفكر فيها لبعدين المزحه، ويعني هاي بتعطي يمكن بيكون عم يضر حدا شخص بدون ما يعرف ديش قيمه الضرر. كيف وضع الأمن الغذائي للأطفال بلبنان بظل هذه الأزمات؟ صار نسبة الفقر بكمية عالية، وهذا إحنا اللي خايفين منه، خايفين منه إنه يعني تحت حالات الفقر بيصير استهلاك الأكل
الرخيص يعني الغير مكلف بتزيد، واللي هو عادة بدها تزيد كمية استهلاك البطاطا والخبز والرز، وهودي مثل ما قلنا هذول معظمهم مكررين وما فيهم المغذيات الضرورية، خاصة من قلنا المايكرو نوتريانت، المغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات والمعادن. نعم. هيدي مسألة يعني خطرة وبدها مع الوقت تسبب كتير أمراض. هلا احنا بدينا يعني، وهذه هلا يعني ان شاء الله يمكن بهالقرب بدنا نعمل مسح بلبنان يشمل لكل لبنان ونشوف ديش مستوى هودي المغذيات الدقيقه. نعم. واذا لقينا المستوى ضمن المطلوب رح يكون عندنا يعني توصيات انه ندعم الخبز بهودي الفيتامينات والمعادن. عن موضوع الامن الغذائي للرضع رح نستمع لهالمداخله لدكتور ليندا شاكر بربيري. وقت اللي بنحكي عن تغذية رضع وصغر الأطفال بنحكي أولاً عن الرضاعة الطبيعية وثانياً عن التغذية التكميلية. بتوصي منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة أولاً بالرضاعة الحصرية لمدة 6 شهور، وقت اللي بنحكي عن حصرية يعني من دون إضافة ماء، وابتداءً من عمر 6 شهور منبلش بإدخال التغذية التكميلية مع مواصلة الرضاعة الطبيعية لمدة 2 سنين أو أكثر. كتير مهم من هون نحن نضوي على أهمية دعم تغذية رضع صغر الأطفال من خلال تأمين البيئة الحاضنة للأمهات من أول ما بيولدوا ولحديث ما الطفل يصير عمره 2 سنين. بدي ضوي على شغلة أنه ابتداء من عمر السنة الطفل فيه يأكل حيلا شيء من البيت، حواضر البيت، ما في أي لزوم لحليب خاص معين، ولكن التنوع النوع الغذائي كتير مهم، إنه ننوع بالألوان، ننوع بالنوعية، ويكون في النوعية اللي هي غنية بالأغذية الدقيقة، وهذا الشيء لحتى نحد من سوء التغذية ونحد من النقص بالأغذية الدقيقة. مهم نضوي على بعض التحديات اللي الأمهات ممكن يكونوا عم بيواجهوها بهالحالات الاستثنائية. أولها هي أنه التفكير أنه يمكن الضغط النفسي ممكن يأثر سلباً على إنتاج الحليب، وهذا مفهوم خاطئ. مشان هيك نحن كتير مهم أنه نأمن الدعم للأم، لأنه الرضاعة الطبيعية هي عرض وطلب، وفي عنا هرمون اسمه البرولاكتين هي اللي بتساعد على إنتاج الحليب، وهي ما بتتأثر بالضغط النفسي. بس عندنا كمان الهرمون اللي هي الأوكسيتوسين اللي هي بتساعد انه الحليب يظهر من الصدر، فأوقات هالهرمون اللي هي هرمون الحب ممكن تتأثر وقت اللي الأم تكون عندها هالضغط النفسي. ولكن هون الحل هو اكيد انه الطفل ينحط على صدر امه ويصير في تحفيز للصدر لحتى انه هرمون الأوكسيتوسين الجسم يفرزه وبالتالي الحليب يظهر من الصدر. في مفاهيم خاطئة تانية اكيد كمان يلي هي وقت اللي بيكون فيه نفكر انه وقت اللي الام مثلا ما تاكل منيح انه هذا الشيء لا ما لازم ترضع، كمان هذا مفهوم خاطئ. بالعكس احنا الام اكيد لازم تاكل كتير منيح، بس كمان بنفس الوقت نحن لازم نواصل عملية الرضاعة الطبيعية، لانه الحليب نوعية الحليب بتضل جيدة وبتضل هي عم بتأمن المناعة ومتأمن صحة للطفل. لكل ام بحاجة لدعم حول تغذية رضع صغر الاطفال ان كان رضاعة طبيعية او تغذية تكميلية، في خط ساخن ممكن الاتصال عليه، وأخصائية تغذية أو أخصائية رضاعة ممكن تكون موجودة لحتى تعطي هذا الدعم. كان في نوع من التناقض يعني خلال اللعبة، كان في سؤال عن البروتينات اللي بيحتويها حليب الأم وهي كانت 1% ونسبة كتير قليلة. بالضبط. هلا أنا عم نشجع مثلا أنه الرضاعة الطبيعية وهو هيدا الحليب ما في كل العناصر المغذية، يعني حسب فهمي أنا للموضوع من خلال السؤال اللي طرحناه. أنا هدف السؤال هو هيدي، أنه يعني إذا مثلا حليب البقر والحليب الباقي في تقريبا 4% بروتين. الطفل ما بيقدر يهضم هودي 4%، بتسبب له مشاكل بالكلاوي، فلذلك حليب الام هو المعدل في نسبه كميه. يعني انت بتحسب الطفل ديش وزنه 3 كيلو، اخذ 300 مل مثلا حليب او 400 مل، يعني اخذ تقريبا شيء 3 او 4 جرام بروتين بالنسبه لجسمه كافي جدا كافي جدا. بس إذا أعطيته زيادة عن هيدي، هيدي اللي بتسبب له المشاكل، عشان هيك هيدي مهمة.
شكرا للتوضيح. يعني انا كان هذا الهدف السؤال. نعم. الشغله الثانيه واللي ذكرتها يعني الدكتوره ليندا انه احنا مرحله الرضاعه خلصت 6 أشهر، بعدين في الفطام يعني وهيدي تقريبا للسنتين من اهم المراحل للتغذيه الصح. وهو الخوف هلا انه احنا بهاي الفتره الاهل بخافوا يعطوا الولد اكل بيقولوا صعب الهضم او شيء، ما بيعطوه بروتينات بشكل عام، بيصيروا يعطوا رز وبطاطا وبينقعوا خبز وجزر مسلوق وشو، بيكون ما في مصادر بروتينات ابدا. وهيدي هي هذه اللي عم تخلق مشكله، هي الخوف من هذه. شو بتنصح عند الاهل؟ انا بنصح يجربوا بس بكميات قليله، بس لازم يكون مثل شو اي اكل اي طعام يعني. هلا في هي لكل عمر في شيء، بس انه فيك تجرب اللحمه، فيك تخليه يضل ياخذ حليب مثلا، فيك تنقله من حليب الام لحليب عادي، بس ما تحرمه من البروتينات لمرحله نمو. والاهم اهم شيء احنا مثل ما بنعرف نمو الدماغ بياخذ تقريبا 2 سنين، يعني احنا حجم الراس اول ما بنخلق بيكون راسنا كبير، بيرجع جسمنا بيكبر، بس احنا راسنا يعني بيستقر تقريبا بحدود 2 سنين. هلا خلال هيدي الفترة احنا عم نبني النيورون او يعني الاعصاب او خلايا الدماغ. خلايا الدماغ ما في عندها اعادة تصنيع، تجدد او تصنيع، ما عندها يعني بتبنيها هادية مثل ما هي. نعم. وبتضل طول حياتك. هلا اذا انت بهيدي الفترة بين 6 أشهر للسنتين عندك نقص مثلا نيود، عندك نقص حديد، عندك شيء يعني تأثيرها هذا بيكون على مدى الحياة. رح نطلع شوي من جو الدراسات والأبحاث والعلم، رح أسألك شوي عن عائلتك، كيف علاقتك اليوم بولادك؟ أنا فريند يعني إنه هيك صديق لألون. يعني بعملهم يعني كصديق إنه معظمه يعني. طيب بدي إياك تطلع على الشاشة وتشوف هالمفاجأة. نحن علاقتنا مع البابا على الصعيد الشخصي كتير مميزة، وبالنسبة للتغذية هو ما بيشد كتير على الأكل إلا إذا منزيد سكر أو شوكولا. هو البابا كتير بيحب شغله وكتير بيحب أبحاثه وينشرهم. بصراحة بالبيت نحنا ما حدا اختصاصه قريب على البابا، بس علاقتنا بالبيت كتير منيحة لأنه منوثق بعض ومنهتم لبعض حتى لو كنا بلاد مختلفة. بس بدنا نقول أنه كتير منحبك وكتير فخورين فيك. هيدا فارس. أدي بتعني لك هالكلمة لما بيقول لك نحن فخورين فيك؟ كتير كتير يعني. فارس بعد انفجار بيروت وراح شاف المنطقة كره لبنان يعني للأسف. للأسف أنا أقول لك بالأول يعني الوضع الهيك يعني الاقتصادي وشي إنه ضلينا ناه. بعد الانفجار خلص قال لي بابا أنا ما بدي أعيش بلبنان. هلأ أنتوا عايشين بعاد عن بعض؟ هلأ هو بإنجلند بالمدرسة بكامبريدج. على كل إن شاء الله بترجع بتجتمعوا سوا وبتتحسن الأوضاع وبصير لبنان من أحلى البلدان إن شاء الله. رح نتوقف مع فاصل أخير ومن بعدها 5 على 5. منكمل معكم ب5 على 5. رح أسألك 5 أسئلة، رح تعطيني إجابات سريعة على كل سؤال بكلمة أو بجملة. فإذن المثل اللبناني بيقول الرجال اللي ما عنده كرش ما بيسوى قرش، أنت شو بتقول؟ أنا بقول الرجال اللي عنده كرش يعني مستقبله المرض مش الصحة يعني. كمان بيقولوا مفتاح قلب الرجل بطنه، أنت شو مفتاح قلبك؟ يعني واحدة منهم هيدي البطن كمان. في شي مفتاح تاني ريزيرف؟ الاحترام المتبادل أنا بعتقد أهم شي بالعلاقة يعني إذا بين الرجال ومرته. خسارة الوزن هوس عند البعض، سمي شي أو شخص مهووس فيه. أنا دائما مهووس، أعرف يعني دائما عندي فكرة ليش وكيف يعني،
بس دائما بحب اعرف اي شغله يعني بتصادقني. هوس الاستكشاف هوس اعرف ليش يعني ما باخذ الشغله مباشره يعني بصدقها بضل بسال ليش. لاي درجه ممكن تجامل زوجتك بطبخه ما كانت على ذوقك؟ مش كثير. صريح؟ صريح. شو ممكن تقول؟ يعني ما بقولها مباشره يعني بقولها بطريقه يعني لو تنعمل هيك يمكن كان طلعت هيك كان احسن. بس بنهايه الامر بتاكلها. ايه بس انت هيك اكلت على الميلتين يعني اكلت الطبخه واكلت الضرب. في حال عرض عليك $1,000,000 فريش لتروج لمنتج غذائي ما عنده كتير فوائد غذائية، تقبل أو بترفض؟ لا أكيد برفض، لأن يعني بتحس ضميرياً منك مرتاح، يعني إنه في شغلات مهمة بالحياة، يعني الدولار مهم، أوكي، بس كمان الواحد ينام مرتاح أهم، وعن جد من يعني عم أقولها بكل صراحة. هلأ رح نروح على القضية. دكتور عبيد شكراً كثير على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها الليلة حول علم التغذية. رح نسلمك قلم من البرنامج مكتوب عليه اسمك، بهيدا القلم رح تكتب قضية أنت بتقدر تدعمها من خلال أبحاثك وخبراتك. تفضل. أنا بعتقد من أهم مقومات تطور الشعوب هو العلم، وفي مادة بتساعد على التطور الذهني عند الأطفال وهي مادة اليود، وتكلفتها جداً خفيفة، وأنا بدعم ورح استمر أدعم عملية تدعيم الملح باليود منشان يزيد التطور الذهني عند الأطفال. ما تحرموا حالكم من الأكل اللي بتحبوه، بس ما تنسوا تعملوا توازن غذائي يحميكم من المشاكل الصحية والأمراض. تصبحوا على ألف خير.